أهلا وسهلا بكم معنا في العمارة الرقمية، معكم سعد. اليوم موضوعنا عن محاكاة درجات الحرارة باستخدام جراس هوبر، وبالأخص إضافة ليدي باج وهوني بي. طبعا مثل ما أجا طلب من أحد المشتركين معنا عن تعلم عن كيفية عمل سيموليشن لدرجات الحرارة للغرف الداخلية، هو موضوع فعليا معقد ومو بهالسهولة أبدا، لأنه بيحتوي على معطيات كثيرة لازم الواحد يعرفها بشكل كامل حتى يتحكم فيها وينشأ يوصل لنتائج واقعية. أكيد ممكن واحد يعمل بعض المحاكاة لكن حيشوف عنده معطيات أو حتى نتائج غير واقعية وبعيدة عن الواقع، وواحد لازم لهيك هالسبب يعمل دايما evaluation للنتائج اللي بتجي. فالمعطيات كثيرة بتتحكم في درجة حرارة الغرفة، لهيك جمعتهم أنا في PDF، حيكون هذا موجود على الجروب. اللي ما دخل في جروب الفيس حيشوفه في جروب الفيس موجود كمشاركة. وبنفس الوقت إذا أنت ما عندك فيس لأي سبب ممكن ترسل لي إيميل، مهتم بالموضوع هترسل لي إيميل وحرسل لك PDF. PDF حيكون مرجع للمعطيات اللي حنشوفها وين موجودة في الليدي باج أو جراس هوبر. هنشوف عندي الليدي باج والهوني بي يحتوي على عناصر كثير خاصة اللي بمجال الطاقة ومحاكاة درجات الحرارة، لكن حاولت أجمعهم في PDF مختصر مثل الدرس يكون مرجع للكل لما حيدور على عنصر معين. طبعا في نهاية الدرس هنشوف كيف حنحصل على افريج لدرجات حرارة الهواء بشكل عام، ممكن حتى ناخدها لدرجات حرارة الاوبريشن تمبرتشر. الاوبريشن هي اللي بتعتمد على درجة حرارة الهواء زائد الاسطح مع بعض، هيكون الافريج اللي هو تقريبا درجة الحرارة المحسوسة. وهنحسب نعمل محاكاة للايام بحيث انه نعمل ستيبلس سيموليشن، نشوف كيف درجة الحرارة تتغير بين الصبح والليل، بين الساعة حسب الساعة اللي شغال عليها، مثلا الساعة كذا للساعة كذا. طبعا هو عندي ساعات السنة كاملة 8760 ساعة، فممكن الواحد يعمل على شكل انيميشن لشرح للجامعة كيف انه الصبح الساعة كذا بتكون الشمس لسه ما طلعت، درجة حرارة منخفضة، بعدين بتطلع الشمس خاصة في الرياض مكان المحاكاة، كيف هتأثر بشكل كبير على درجات الحرارة. أنا ما حطيت ستيب اوف سيميليشن، حيكون الافريج. بنفس الوقت حيكون في عندي مخطط لأحد الزونات، وممكن أعمل افريج لكل الزونات كمان بحيث اني أظهر درجات الحرارة خلال السنة من الشهر الأول لشهر 12، ومن الساعة 12 للساعة 12 في الليل 24 ساعة، فالخطوط كلها بتمثل لي الأيام على مدار السنة، وهشوف من خلال ليجنت كيف درجة الحرارة تتغير. ولاحظ هو بشكل أكيد ومباشر كيف عندي في الصيف نصف الصيف ونصف الظهر الساعة 12 بي ام دايما عندي الشمس تأثر بشكل كبير على حرارة ممكن توصل ل 23 درجة مع وجود التكييف. طبعا هون في الرياض فاضطريت ان لازم الواحد يستخدم تكييف، مع انه موضوع التكييف ما دخلت فيه كثير قبل انه هو بيعتمد على حسابات الطاقة، لكن هون ضفته بشكل افتراضي بحيث انه يعطي شغل مكيف ما يتوصل درجة حرارة اكثر من 21. لكن مع هالشي الاشعاع الشمسي ما بخلي التكييف يشتغل صح، لهيك لازم يكون في عزل كمان جيد افضل من العزل الافتراضي الموجود في البرنامج. هالامور كلها هنحكي فيها ونبدأ فيها بأول شيء بالبي دي اف، نتعلم كيف ممكن نتعلم معطيات درجة الحرارة. فالبداية مثل ما معروف درجة حرارة الغرفة هتأثر عليها الموقع المشروع والطقس الخاص في الموقع. فعندي مثل موقع في الرياض أكيد غير لما يكون في ألمانيا، غير لما يكون في أمريكا وفي كندا، فالحرارة والبرودة الخارجية هتأثر بشكل كبير على الموقع على درجة حرارة الغرف. المعطى الثاني ممكن ناخده نحن المبنى نفسه، معروف كمعماريين تصميم المبنى، نسبة الزجاج الموجود، هل نوع البناء فيه خشب ولا فيه بيتون، خفيف ولا ثقيل، العزل اللي فيه هيأثر على درجة الحرارة. في معطيات خاصة في التصميم والبناء كمان تأثر على المشروع معروفة. وبعدين في عنا أكيد الأثر على الحرارة هي معطيات خارجية معروفة للكل أكيد كمان، هل حيكون في جهاز تدفئة ولا جهاز تكييف. في الحالة العادية الواحد بحاول يحسب درجات الحرارة بدون هالشي. طبعا هذا في البلدان المتوسطة الحرارة فيها، اللي في حرارة فيها معتدلة، ما يكون فيها حرارة مثل الرياض حر قارس، حر يعني شديد في الصيف، أو البلدان يكون فيها برد قارس في الشتاء. خاصة مثلا في ألمانيا في الماستر عندي كان نحاول نحصل على درجة حرارة مناسبة في التصميم بس بالنسبة للزجاج والماتيريال بدون ما نستخدم تكييف وتدفئة بشكل بسيط جدا. لكن كان الوضع العادي إنه بدون حسابات التكييف والتدفئة، لأنه بتخلي التغييرات قوية شوي وتحتاج دراسات خاصة. لكن حنشوف هون في مثالنا كيف ممكن نستخدم هالشي لدرجة في موقعنا الرياض حتى نحدد إن درجة الحرارة تكون عالية جدا. والعنصر الأخير اللي كثير من الناس بغفلوا عنه وممكن بتناسوه، إنه هو بأثر على درجة الحرارة وفعليا الاستخدام الخاص بالغرفة. أنا لما يكون عندي غرفة فيها أشخاص عدد كثير
غرفة فيها أجهزة، غرفة فيها سيرفرات، غرفة فيها يمكن طبخ، غرفة فيها نشاط معين هيولد لي حرارة. دايما عدد الأشخاص هينتج لي حرارة في الغرفة، وجود أجهزة معينة، أجهزة تسخين، أجهزة سيرفرات هتولد حرارة، فهي هتأثر على حرارة الغرفة، وكمان هتكون عنصر مهم في تحديد درجة حرارة الغرفة. لهيك الأربع عناصر لازم دايما تكون في بالنا. طبعا منها ممكن يتفرع لعناصر أكثر، لكن هي الأساسية بإني تحدد لي درجات حرارة الغرفة. حلو، فبالبداية نشوفها في البي دي اف، هقسمت كل عنصر والعناصر والكومبوننتس الموجودين في ارشيكاد او في عفوا في جراس هوبر وفي ليدي هوني بي اللي بتأثر على هالعنصر. فخلينا في البداية نعمل درس جديد، نعمل نيو دوكيمنت على الرقمية، نعمل بيرسبكتيف نجي عليه. عندي هدول الغرف مصممين بشكل مبدئي، فعندي في البداية بعرف احنا بناخد على اللوكيشن الويذر اللي هو المكان المشروع والطقس من استخدام ملفات الاي بي دبليو فايلز. فالاي بي دبليو فايلز نحن ممكن نبدا في التصميم او في المشروع من الخلف. بدل ما نبدا اول شيء نعرف الكومبوننتس، هنبدا من وين؟ هنبدا من الانرجي سيموليشن. الكومبوننت الخاص ممكن اضيفه على البي دي اف اللي هو بشوف انرجي رن انرجي سيموليشن. فالعنصر المسؤول عن محاكاة درجات الحرارة هو بيعتمد على الانرجي بلس، هو مثل محرك سيموليشن معروف بأمريكا تم إنشاؤه انرجي بلس، والهوني بي معتمد عليه في عمل التحليلات، فهو دايما شعار هذا الاي بلس انرجي بلس هو اللي حنشتغل عليه لكل تحليل لدرجات الحرارة. حلو، فهون بشوف أول خيار مطلوب مني هو عنصر الطقس أو ملف عفوا ملف الاي بي دبليو فايل، والهالشي مثل ما قلنا في الكومبوننت حنكون من عن طريق اوبن اي بي دبليو فايل اللي هو موجود وين في هوني بي. بس طبعا ما ننسى في البدايه ما عرفت هوني بي وليدي باج. دايما ليدي باج اول ما شغل لازم احط ليدي باج واحط كمان هوني بي، هيك حتى يشتغل هوني باج وليدي بي وهوني بي وليدي باج. وانا هون هحط كومبوننت ثاني حتى تشوفوا اسماء الكومبوننتس مو بس الصور، دايما الصور مهمين في الاختيار، وكمان بلكي الاسم مهم اكثر حتى الواحد يعرف العنصر الموجود حاليا. حلو، فحاليا هدور على في الليدي باج على الانرجي بلس او عفوا اي بي دبليو فايل امبورت اي بي دبليو. لا انا ما هحتاج اللي يفتح الاي بي دبليو، هحتاج ادخل الاي بي دبليو بشكل مباشر. فهيك داونلود اي بي دبليو فايل، ممكن اعمل له داونلود او اعمل ربط ل اوبن امبورت، كان في خيار الوركينج دير اتوقع من هون عملت توجل نعمل ما استخدمته. هيفتح لي العناصر كلها، حجي على موقع الرياض اخذ كوبي لينك تو كليب بورد، ارجع انزل المتصفح، بعدين اعمل عفوا اعمل بارامتر الصق الرابط. حلو، اول شيء ممكن واحد يدخله ب open اي بي دبليو فايل موجود هذا الثاني، اختار ليدي باج موجود هون open اي بي دبليو فايل، هذا ما حتاج الداونلود خلاص. احط نوصل الرابط في working file url، وبعدين بحط الاي بي دبليو فايل في انرجي بلس. حلو، فهي اول خطوه محتاج الطقس واسهل خطوه عملتها، حطيت ملف الطقس الاي بي دبليو في الرن انرجي سيموليشن. نجي على العنصر الثاني اللي هو اللي عندي البيلدينج والكونستراكشن والجليزنج، حيكون خاص فيني انا هون. فهالشي معروف موجود بنعمل زونز في هوني بي. والشي شفناه بتحاليل اللي مسميها لما حللنا الاضاءة الداخلية عملنا زونز، فنفس الشي هحتاج اعمل بيرل. وهون طبعا لا تنسوا انه عندي استخدام اختلافات اليوزر او استخدام الفانكشن الخاص بالغرف، فهون حقسمهم مجموعتين، مجموعة الممر في النص ومجموعة الأوفيسز. فعندي نعتبرهم مكاتب، أبسط شيء في ليدي باج أو هوني بي أو بشكل عام السيموليشن مكاتب، وعندي في النص ممر. فهدول أعرفهم باستخدام مثل ما حكينا أمر ماس تو زون اللي هو موجود في الهوني بي، ماس تو زونز عن تجي زونز بهالشكل. هاد ممكن واحد يسميهم كما في داعي، ممكن يعطيهم اسم افتراضي، وآخذ بالثانيين ماس تو زون هو الممر. أنا بصار عندي حاليا
الممر بالشكل هذا، عرفت نضل اني اعمل create zones، اعمل له توجل فعل الامر create only pay zones true تم. حلو، فحاليا عندي الزونز ممكن ننشئ لهم نحل اول شيء لازم نحل التقاطعات بيناتهم. يعني عندي الزونز حاليا كلهم مفصولين، لازم يعني نحل التقاطعات اللي بيناتهم يدرجهم مع بعض. فبنشوف في خيار اتوقع حطيته هون ما موجود، لكنه موجود اسمه solve edges action solve adjacencies. هل فتح يحل التقاطعات بيناتهم، يحط الجدران الداخلية بشكل صحيح. فهون حنشئ له اعمل ميرج لكل الكيزونات الموجودة وحيندمجهم مع بعض. ولازم اعمل له كمان توجل ترو اشتغل، اعطاني كلوز بيرب شغال، حل الوولز والجدران اللي بيناتهم بشكل صحيح. طيب ممكن اعمل فيو واشوف اللي صار، بس لكن ما حينتبه على الشيء ويكون واضح معي. حلو، بعدين حنضيف الشبابيك. شفنا في درس سابق انه كيف نفضل نسبة من الشبابيك glazing based on ratio، فحنشئ الشباك hot hp honey bee zone موجود object، والglazing ratio هو نسبة الشبابيك هتكون بالنسبة للسيرفس او بالنسبة للجدار. ممكن نحطها 30% عفوا 30%، ونعملها كمان ما ننسى رن. شايف كيف ضفنا شبابيك بهالشكل؟ كل واحد يتحكم في النسبة حسب التصميم، يمكن 20 10، ما هو الواحد حابب. حاليا هما شبابيك مقطعين، ممكن الواحد يغير في التصميم، يعملهم بريك اب ديستانس وغيره مثل ما شفنا في الدروس السابقة، لكن هالشي لسه ما كثير مهم حاليا. هو بالأخير رجع التصميم أكيد حيأثر على بعض التظليل الخاص بداخل الغرفة لما تيجي أشعة الشمس ويحسب الراديشن أو الحرارة الناتجة عن الراديشن. حلو، فحين هيك ضفنا التصميم. ممكن أضيف الهوني بي الزونز في الأخير، هتنضاف وين؟ في الهوني بي زونز. فأنا عندي هدول الزونز ممكن أضيفهم بالشكل هذا، بس أكيد لسه ما حيشتغل السيموليشن، في عندي نقص اللي هو حاليا ما حددت أنا كيف حيعرف الزونز اللي نسميهم الأوفيسز والكوريدور. نستخدم هون واير، خلينا نخفي الأحمر. حلو، الشكل هاد. فأنا حتى أحدد الزون بروجرام وأحط له اختلاف بين العنصرين هدول اللي عندي، هستخدم كمان من هوني بي أمر نسميه هوني بي بروجرامز، موجود جاهزين في الهوني بيز. دورت عليه item selector، لا نحتاج في daylight energy honey bee. هذا honey bee buildings programs، فهو كان موجود. أنا نفسي بضيع وين كانوا موجودين. energy simulation هذا تبع، هنشوف تبع التكييف. thermal ما هحتاجه. daylight لا اتوقع كان افترض only the buildings program item selector، لا لسه import addition، لا كده هوني بعرف بهالقائمة هي بالبروجرامز عندي هوني بي buildings program. فهون عندي كل نوع اوفيس وكل نوع عفوا مبنى موجود، اللي ممكن استخدم مكاتب، اختار مشافي، اختار سمول هوتيل، اختار مدارس، هيك موجود. رح اختار اوفيس، ومنها حناخد العنصر الثاني ليست زون بروجرامز، حضيفه هيك حيعطيني قائمة بمجموعة من العناصر اللي ممكن تكون تابعة للأوفيسز. المجموعة من الزون بروجرامز التابعة لمبنى هذا الأوفيس، ممكن يكون عندي بريك روم، استراحة، غرفة تخزين، ستوريج، فنديشن، اوبن اوفيس، كلوزد اوفيس، كونفرنس روم، برنت روم، ريست روم، ستير، كوريدور، لوبي. فانا هون عندي بعرف عندي الكوريدور في النص ممر، وعندي غرف مسكرة كلوزد اوفيس. فلهيك هاخد بعدين في عنصر تاني بالهوني بي هو الايتم سيلكتور، وينو هاد موجود شفناه
ايتم سيلكت بتوصل عليه الزومبي جرامز بيعطيك القائمة نفس الموجودة هون، بس لكن بتحسن تختار منها. فاختار closed office وعمل نسخة ثانية عنها، اختار كوريدور. فلكن بعرف عندي هون فوق closed offices هضيفهم بالزومبي جرامز، وعندي هون كوريدور هضيفه بالزومبي جرام. وشي شرحته كمان بالبي دي اف، العناصر الواحد نسيها هون كيف زومبي جرام. هاي الكونستركشن هجيها بعدين. هاي الروم فانكشناليتي اخذت هون offices، اخذت closed office وبعدين ضفته على الزون ماستر زون. ممكن واحد يستخدم اداة خاصة في اضافة البروجرامز، يضيف الزونز، يضيف الزونز الخاصين بهوني بي بعد يضيف الزون بروجرام مكان، نفس الشيء اذا بحسن تضيفهم في الاول. طبعا هنشوف بعدين كل واحد يفكك الزون بروجرام ويشوف الجداول اللي فيه، سواء كمان المساحات بالنسبة او القيم بالنسبة للمساحة او الجداول الخاصين بالمساحات، الجداول الخاصين بالكوبيشن او بالتدفئة او التكييف وغيرها من الجداول. تمام، فهيك صار عندي ضفت العنصر، عنصر اللي حكينا عليه الروم فانكشن. حلو، نجينا كمان هاي الزون بروجرامز تفصيله، هشوف كيف بعدين ممكن نغير تفصيله لانه في عندي بعض التغييرات لازم نعملها بالنسبة للتدفئة والتكييف. اخر شي في عندي الهيتنج والكولينج، الواحد ممكن يتحكم فيه بالجهة هاي، لكن هنشوف بالزون بروجرامز في شي عندي اسمه is conditioned. فالis conditioned يعني هل هو المبنى مكيف ولا لا. فهي بشكل عام default is available condition، ممكن واحد يقرأ دايما يعرف ال default. اذا ما كان في value حيكون كل الغرف بشكل عام conditioned، لكن خلينا احنا نجرب نطفي التبريد. ال condition هو يعني سواء تدفئة او تكييف، هنطفيها حنطها false. وكملنا حاليا ضفنا الزون بروجرامز. طيب بهالشكل تقريبا عندي صار القيم الافتراضيه كلها كامله هي لعمل محاكاه، لكن لسه ناقصني شيء واحد اللي هو الاوتبوت اللي انا بحتاجه. في شيء عندي اسمه الاوتبوت الخاص بالانرجي، احنا وين شفنا الانرجي ليست، هنشوف في شيء اسمه هون بي جنريت انرجي بلس اوتبوت. فهنا احتاج عندي مجموعة من الخيارات ممكن احصل عليها من السيموليشن اللي حيصير في انرجي بلس. هل انا هحتاج الانرجي يوز، هل انا احتاج الجين ولوزز الخاصين بالتدفئة والتكييف، هل احتاج الكمفورت متريك ولا الهافي ات سي بارامتر تبع تدفئة السيرفيس تمبرتشر، ولا انا ايش اللي احتاج بالضبط. ممكن احتاج اختلاعهم كلهم، لكن الافضل انه اخفف السيموليشن واخذ الشيء اللي بحتاجه بس، اللي هو انا احتاج الكمفورت متريك اللي هي بتحتوي على درجات الحرارة. شوف حاطين حسب تو ترو، اف يو وانت اير تمبريتشر راديانت تمبريتشر اوبريشن تمبريتشر، اوكي ترو. وعندي التايم ستامب اللي هو هحتاج المعلومات بشكل ساعي ولا يومي ولا شهري. فاذا ديفولت از هاورلي فاحتاجها بشكل ساعي معلش، وحضيف السيموليشن اوتبوت على السيموليشن اوتبوت هون. حلو، هيك تقريبا صار عندي الخيارات الافتراضيه موجوده. خلينا نتاكد نشوف اذا حيشتغل simulation. نعمل توجل، نحط write multiple run energy بس، نحط true. شوف هيشتغل هذا، هيبدا يعمل warm up. دائما لما اي simulation لتدفئه او حراره هيعمل دائما يبلش من قبل الزمن اللي انا عندي اياه. ليش؟ حتى يبدا ياخذ حراره الايام السابقه، ما يجي يبدا من الصفر يكون ما في درجه حراره ابدا. هيك اشتغل، هنشوف الريد بين هل في مشاكل. كيلومتريك نو كونتاكت سيرفيس رايتنج جيومتري شكل الاناتيك رننج، اوكي تمام. كيف انا هشوف النتيجه؟ هشوف الريزلت فايل ادريس. هذا انا اشوف في عندي بالهوني بي، انا حتى اقرا النتيجه اللي هي بشوف هوني بي ريد ريزلتس، ممكن الهوني بي ريد انرجي بلس ريزلتس سيرفيس ريزولت اي بي ريزولت. ما راح احتاج السيرفيس ولا الكاستم، بدي الريزولت بشكل عام. فاخذ الفايل ادرس تبع النتائج، هياخذ شوي يغير، هشوف هيغير لي الاوتبوت حسب الموجود. شايف ما اعطاني هيتنج كولنج، الاخير نحتاج بس التمبريتشر درجات الحراره. هيك ممكن ارجع انا صار درجات الحراره حاليا موجودين، بشوف هون اللي هي الاوبريتر اوبريتيف تمبريتشر هي درجه حراره الهواء ومع درجه حراره الاسطح، فهي المحسوسه حاليا. درجة حرارة الهواء لحالها وممكن درجة حرارة الأسطح راديشن تمبريتشر
والإشعاع، درجة حرارة الإشعاع لحالها ممكن حد ياخدهم مفصلين، ممكن واحد ياخد الرطوبة النسبية. الرطوبة النسبية هناخد الأوبريتيف تمبريتشر، درجة الحرارة المحسوسة، ونشوف أنه موزع على 6 أو 7 زونات، أنا عندي 7 زونات فكلها مفصلين. ممكن آخد واحدة من الغرف، مني أروح للست أعمل كان أمر برانش اكسبلود تري، أعمل اكسبلود وطالع 7 عناصر اللي عندي هيك، وآخد مثلا واحد من عناصر العنصر الأول وأضيفه على الليدي باج. نعرف نحن نشوف ال 3D chart، نضيف مثلا الزون الأول input data والثاني نعمل له input، هشوف حيعجيني درجات الحرارة، جاني الجراف بشكل منطقي مثل ما هو. بشوف انه عندي ما في تكييف، فلاحظوا درجة الحرارة بتوصل ل50 جوا الغرف. تخيل عندي في الشتاء ابدا ما في تدفئة ولا تكييف ولا اي شيء، درجة الحرارة بتوصل درجات 17 في الرياض في الشتاء، بس نوصل الصيف من كثر الحرارة حتوصل درجة حرارة ل50 داخل الغرفة. ليش؟ انه ما في عندي تدفئة ابدا، وهذا الشيء يعني معقول انه ما في تدفئة ابدا. وانا ممكن اعمل افريج واطلع درجة الحرارة بشكل رسم على الغرف هون بشكل 3D. طبعا خلينا احرك البوينت هذا، نضيف بوينت، طبعا الملف حيصير تقيل، واضيف بوينت سيت 1 بوينت درجة هاي ل البيس بوينت، حيحركه شوي لفوق طالع من الزون. لما طلعت من الزون ممكن بدي احتاج احركه اكثر، روح الكتابة. ممكن اني اظهر النتائج على الزونز بشكل سريع. زون سيلكتد عندنا هيك، واضيف في شيء اسمه شو زونز باي اي بي ريزلتس، اللي هي كانت بالهوني بي هي كولر زونز باي انرجي بلس ريزلتس. فاخذ الاوبريتيف تمبريتشر واخذ ليها الزون داتا، واحتاج الهوني بي زونز اللي هي ناخذ اخر واحد كان موجود هوني بي زونز نضيفه عليه، محتاج بعدين بس اعمل run toggle true. اعطاني مخطط، اعطاني درجة ال average temperature، وهون عندي 30، هون بوصل عندي في الاخير كمان 30، فهي ال average بين الصيف والشتاء، فاكثر شي عندي 50 والشتاء 17، اخذ ال average تقريبا 30. انا ممكن اظهر الارقام الخاصة فيهم، اعمل بالنسبة لل colored mesh اعمل area طالع نص المسافة، وأعمل عندي هون الزون فاليوز، أعمل تاج تكست عندي اللوكيشن والتكست، هيك بشوف الريزولتس الأفريج بشكل مباشر. ممكن الواحد يستخدم ستيب اوف سيميليشن حسب ساعة معينة في السنة، عندي 8000 ساعة في السنة، ممكن ياخد ساعة واحدة بس من السيميليشن يشوف كيف. طبعا ساعات السنة ممكن واحد يقلبها في كان كومبوننت هاور وين كانت Lady Bug Else Period Separate Branch Data. كانت هي Lady Bug Hour of the Year ما هاود هاي موجودة هاي. فممكن أحط التاريخ المعين، ممكن أخذ مثلا اليوم 21 الشهر السادس الساعة مثلا 12 الظهر، هتكون الشمس أعلى منطقة هون، هاخد الساعة خلال سنة الساعة 4116، فباليوم هذا يوم 21/6 تكون درجة حرارة الغرف بالشكل هذا. شوف درجة حرارة الغرف الشرقية أكثر من الغربية، نقول لسه الشمس كانت على الشرق وهلا وصلت لعز الظهر. إذا مشينا شوي في الوقت هنشوف بلشت الشمس تروح على الجهة الغربية وصارت تضارب على الغرف الغربية، وهون صارت تقريبا تبلش تبرد الغرف الشرقية. وهيك ممكن الواحد يحلل الطقس أو درجات الحرارة وتحليل كل ساعة كيف درجة حرارة المبنى بتأثر وكيف الغرفة بتأثر. ممكن ناخد واحد مظهر كامل لأفرج لغرفة معينة. طب حين كيف حشغل التكييف؟ خلينا نجرب نعمل تكييف ترو، حيرجع يعيد السيموليشن مرة تانية، شوف كل مرة ياخد وقت ممكن أكتر يبلش يتحكم في التدفئة والتكييف. هون بدي اعمل بعد ما اعمل ورم اب، هاي بدا في السنة في الاشهر، شوف التواريخ عنا كيف.
شغالة خلص انتهى، هيرجع يرسم لي الجراف الجديد. هو بهالحالة طلع الجراف اختلف معي شوي الوضع، صار بشوفهم في تحكم أكتر في الصيف، صار عندي حرارة من 30 ل 16 بدل 50، بشوف عندي الأفريج إذا تغيرت في الستيبس أفريج حوالي 24، من 25 غرف الجنوبية و24 غرف الشمالية. بس ليش ما هو تعتبر لسه كمان حرارة عالية جدا، يعتبر الماكسيموم عندي 30 درجة مئوية واللي هي فعلا كثير. ليش؟ لأنه بالعادة انرجي بلس الديفولت اللي عنده يبلش التدفئة وبلش التكييف عفوا درجة حرارة حوالي 25 27، لهيك كان عندي الأفريج، شوف الأفريج عندي 27 24 و25 يعني هم. فأنا حتى أتغير ب حتى أتحكم ب بالسكيدجول الخاص في التدفئة، أنا بشوف هون ممكن دي أعرف الجداول الخاصة بالزون بروجرام إمتى تبلش الكولينج، فحتى أتحكم بهالشي هأضيف جدول من عندي. أنا أخذنا الهيتنج والكولينج ما حناخده، هو عبارة عن بس تختار نوع التدفئة والتكييف، وفي خط انه حابب تكون في تهوية طبيعية، هي التهوية الطبيعية اللي بيعملوا شرية مثلا في ألمانيا مهمة جدا، أي درجة ما تنفتح الشباك وما تتسكر حتى تدخل الهواء بارد، لكن في الرياض ما حتشتغل هالشي، لازم أعمل تكييف. فهون حنشئ كاستوم سكيدجول، حنشئ جدول خاص فيني. أنا ممكن أقرأ الموجود في الجداول اللي ناخد ال أجيت زون إنرجي سكيدجول، ممكن أقرأ السكيدجول حنشوف كيف هو موجود حاليا. ممكن أجي لآخر عنصر عندي هون get schedule، اخذ هذا العنصر اللي عندي، اخذ الزوم بروجرام، عفوا لازم اخذ الزوم بروجرام مو بالطريقه هي السريعه. ترى هذا في عنصر ثاني يفترض get energy schedule get zone energy plus schedule، هذا العنصر هذا شو حان في حان بيحتاج، هذا بيحتاج الزوم بروجرام، هذا بيحتاج ال اتش بي زون ال هوني بي زون، باخذ الزون. خلينا بعد بالالت العناصر كلها للقدام، هو حضيف حالتها حبيت اتفرج على الجدول اضيف تكست، شوف الكولينج سكيدجول هو عبارة عن ميديوم اوفيس نفس الموجود في الزون بروجرام. طيب هذا السكيدجول كيف شكله حتى اشوفه؟ لازم اعمل سيرش كان واضيف بالهوني بي في قسم خاص بالانرجي سكيدجولز انوال سكيدجول كول انرجي سكيدجول، هي حياخد اللايبرري كامل يدور على في الكيورد، هاخد الكيوردز ويدور لي يعطيني لستة في الجداول اللي ممكن تحتاجها. هذا احتاج سكيدجول فاليوز، فهون هاخد السكيدجول نيم هيعطيني الفاليوز هيك حتى اشوف السكيدجول ايش فيه. فهون امتى حيبدا التبريد في المبنى او في مباني الاوفيسز، هشوف حيبلش تبريد عند درجة حرارة 26، بس درجة حرارة 26 حيبدا يبرد المبنى، عندهم 26 24 درجة حرارة عالية جدا. فهالشي نحن في الرياض لازم نبلش تبريد من 21 مثلا حتى احافظ درجة الحرارة اللي عندي. طبعا في جدول يمكن واحد يشوف الاوكوبنسي امتى بيكون المبنى ممتلئ، حطيت عليها هشوف في البداية مثلا في بداية الساعة 12 دايما الساعات تبدأ من 1:11 الساعة 0 ما حيكون في ابدا حدا في المشروع او في المبنى، الساعة 1 2 3 4 5 6 حيكون في 10% من الناس، على الساعة 27% بعدين الساعة 8 حيبدأ الدوام حيكون 95% المبنى ممتلي، وهيك للظهر الساعة 12 يكون في استراحة، نص المبنى صار فاضي نص ممتلي، بعدين حيكملوا دوام 4 ساعات بعدين حيبدأ يخف المبنى ما يقعد فيه أحد فيه. فهدول الجداول ببدأهم إنه كل ساعة من خلال اليوم كامل أو السنة كاملة 8760 ساعة في السنة هشرح للمشروع كيف حيكون ممتلئ، امتى حيكون في تدفئة، امتى حيكون في تبريد. مثلا التدفئة حتكون عند درجة حرارة 15 21، وهي كمان أكيد عالية، درجة حرارة مرتفعة إنه يكون تدفئة عند 21 بالنسبة للرياض. فلهيك احنا هنلغي التدفئة ونحط الكولينج عند 21 حتى نغير مناسب لهالشي في الرياض. طبعا جدول يمكن واحد يطلع عليها يشوف هو اللايتنج مناسب له، هيكون 100% مضاء 50% حسب كمان اليوم. بشكل عام اذا واحد اختار الاوفيس بروجرام حيكون مناسب لعمل مكتبي، لكن حنضطر نغير في التدفئة والتكييف لانهم غير مناسبين للرياض ابدا. فحتى نضيف
جدول، ممكن نعمل جداول هون نشوف في set program جداول energy plus set energy construction، هنضيف set energy schedules. هون حناخد الزون نضيف عليه جدول. طبعا احنا عم ننشئ جدول خاص فينا، كيف نضيف في امر اسمه create او convert energy plus schedules value، create schedule، create c، هذا نضيف. تمام، فبالحالة هذه ال values هاخد القيم، هستخدم امر duplicate، duplicate data، ندور على نضيف، هنضيف درجة حرارة مثلا عند 20 يبدا التكييف، وهنكررها 8760 مرة، هي 8760 ساعة في السنة. طبعا ممكن واحد اصلا يضيف على شكل 1760 افضل ما يكون سلايدر، هيك حيكون عندي القيم كاملة، نضيفها في الفاليوز، نسميه لازم نعطيه اسم schedule name، نسميه cooling رياض. اوكي، نعمل له رايت توجل ترو، وهذا حنضيفه في الكولينج. نجي للهيتنج، حنطفي الهيتنج، حنخلي الهيتنج يبدا دائما عند درجة حرارة مثلا 10 بس، اذا ما كان تحت العشرة ما حيبدا هيتنج، فنحطه في الهيتنج. حلو، فبهالحالة تحكمت في الكولينج والهيتنج، عدلت على الموجود. هون صح لازم اغير الاسم، حيتضربوا مع بعض، سميه هيتنج. هيك يفترض ان تحكمت في الكولينج والهيتنج، هيك ممكن نوصله السكيدجول بدال ما كان الاول، ونحطها بالليتش بيزون. في مشكلة تكست تو بي ريب، هذول عفوا هذا السكيدجول لما تضيف الزون ربطنا واحد تبع وين المضاف والغير ده، هون بدي يتحكم يعطيني سيبليشن جديد. شوف كده من المحاكاة احيانا بتاخد وقت، warming up process، بعدين بدي يعمل محاكاة. شوف حاليا صار عندي متوسط درجات حرارة 15 بالغرف بشكل عام، 15-16 درجة حرارة في المخطط الكامل. شوف صار عندي أكثر درجة حرارة 18، عندي صار تكييف شغال بشكل يعني مثل فعليا في الرياض، هيك الوضع يكون دائما التكييف على درجة حرارة يمكن 18 أو 20 بالأكثر، بيكون دائما شغال. ممكن بس في وقت الظهر نوصل درجة حرارة 18، والأوقات الثانية حتكون كيف متوزعة بين 17-15، بيكون دائما التكييف شغال بشكل كبير ومستهلك الطاقة. فأكيد الواحد ممكن من خلال انرجي بلاس يبدأ يعمل دراسات عن استهلاك الطاقة وكم التكييف شغال وكم مستهلك طاقة، لكن هون لازم يكون في كمان جدول انه يطفي التكييف، يعني التكييف ما لازم يكون شغال 24 ساعة. هل احنا اشتغلنا على مبدأ دائما يحاول درجة حرارة ينزلها ل 21 وهتنزل أكثر، لازم واحد كمان يعمل تفاصيل أكثر، التكييف شغال بس وقت الظهر لما يكون درجة حرارة معينة، ويكون مثلا في معطيات ثانية أكثر للتحكم في الطقس. لكن هي دائما المحاكاة درجات الحرارة في الغرف معقدة جدا وفيها كثير من المعطيات، لكن ان شاء الله يكون بالدرس هذا البسيط شرحت عن اهم الاساسيات اللي ممكن الواحد يتعلمها حتى ينشئ محاكاة بسيطة في الرياض. ممكن واحد يستخدمها في مدن عربية ثانية حارة، ممكن واحد يحاول في مدن اوروبية يشوف انه في مدن بدون تكييف وتدفئة يعمل محاكاة اللي حسب التصميم نفسه. طبعا هي في امور ثانية مثل الواحد كيف ينشئ الماتيريالز الخاصة، احنا عندنا الماتيريالز بتفرق معنا كثير، وحتى اليو في فاليوز. فهون بشوف يعني بالماتيريالز ممكن واحد يدور بالاي بي كونستراكشن لايبرري، الانرجي بلس لايبرري يعمل اكستيريور، ويشوف تركيبة الاكستيريور وولت الافتراضية كيف هي، فيها ايزوليشن شوي، اليو في فاليو 0.5 او 0.4، عندي مثلا الكونكريت كل القيم الخاصة بالكونكريت او هذا موجودة بالبيتون كلها موجودة اللي بتعمل المحاكاة. فكثير في قيم، في كثير تفاصيل حال موجودة افتراضيا لتعمل لي المحاكاة. لازم أعرف مثل ما تحكمت في التكييف والتبريد بشكل تلقائي، أعرف كيف أتحكم فيها كمان
بشكل مخصص للكونستراكشن حسب مشروعي، حتى يكون عندي مشروع جيد وواقعي التدفئة والتكييف فيه، أو حتى الواقعي درجات الحرارة الظاهرة عندي. إن شاء الله يكون اليوم الدرس استنبطته فيه، ويمكن اللي كان محتاج التيمة هي اللي شغال على الموضوع هذا يكون تعلم شيء جديد. إذا كان في أي سؤال لا تنسوا في الكومنتس، كمان في الجروب الفيسبوك الجروب هتشوفوا الملف هذا تاخدوه حتى يكون مرجع لكم في الكومبوننتس الخاصين فيها هوني بي. إذا ضليتوا معي خلال يمكن أكثر من نص ساعة شرح، فترفع لكم قبعة، وإن شاء الله تكون شرحي فادكم موفقين في مشاريعكم والسيموليشن اللي هتعملوها. إذا حابين نكون في تفاصيل أكثر ندخل فيها في هوني بي، وكملت الفيديو الأخير مستعدين نشوف فيديو ثاني، اكتبوا كومنت بهالشي وانا حكون ابدا اعملكم فيديو تاني لنعمل تخصيص اكثر في هوني بي. شكرا لمشاهدتكم، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشر الفيديو لكل مين حابب يتعلم هالشي بجروبات العمارة في العالم العربي. شكرا لكم ومع السلامة.